هل تكفي موافقة واشنطن على منح طرف ثالث إذن إرسال مقاتلات F-16 إلى كييف؟ عقبة كثيرة قد تعرقل ذلك. يقول مسؤولون أمريكيون إن هذه المقاتلات تحتاج إلى شبكة ضخمة من البنية التحتية الميكانيكية ومنشآت توفر لها الصيانة وقطع الغيار، كما قد يستغرق تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلة الشديدة على الأقل 10 أشهر. ويوضح المسؤولون الأمريكيون أن تدريب طاقم صيانة المقاتلات يحتاج أشهراً أو حتى سنوات، وستحتاج كييف في حال حصولها على المقاتلات الأمريكية إلى مخزون كبير من الذخيرة والصواريخ والأسلحة العالية الكلفة. ووفق المتخصصين العسكريين ستحتاج أوكرانيا إلى إعادة تمديد عدد من المدرجات وربما توسيعها لضمان أعلى أداء للمقاتلة الأمريكية. المؤكد عسكريا أن حصول كييف على مقاتلات F-16 سيعطي سلاح الجو الأوكراني تفوقا جويا، لكن لا يمكن تجميد الحرب إلى حين تخطي كل العراقيل التي تحول دون ذلك.